انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لما قال مغردون إنها لأسلحة ضبطها أفراد الجيش الوطني في اليمن، الذي قال إنها شحنة أسلحة مهربة من قبل حزب الله اللبناني وكانت في طريقها لجماعة الحوثي وصالح في محافظة تعز. وجاءت عملية ضبط شاحنة الأسلحة المهربة بالتزامن مع ضبط مخزن أسلحة في منزل أحد قياديين المقربين من ميليشيات صالح في مديرية المعافر. وكانت قوات الجيش أشارت إلى أن الشحنة احتوت على صواريخ حرارية مضادة للدروع وقذائف هاون متجهة إلى الخلايا النائمة التابعة للحوثي وصالح. لا يزال وسم الرمادي تنتصر على موقع تويتر يتفاعل، فقد نشر مغاردون مقطع فيديو لأهالي مدينة الرمادي العراقية وهم يستقبلون قوات الجيش. مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت هذا الفيديو الذي يظهر الأهالي يعبرون عن فرحهم لوصول الجيش العراقي الذي يخوض معارك ضد تنظيم داعش. وتواصل القوات العراقية هجومها على مدينة الرمادي لتحريرها من مسلحي داعش، وبحسب الجيش العراقي يوجد نحو 300 مسلح من داعش في هذه المدينة. ننتقل إلى مقطع فيديو مؤثر انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لطفل سوري يدعو لوقف الحرب ويصف واقع أطفال سوريا بشكل محزن. فيديو الطفل الذي بدا متأثرا وهو يبكي أثناء إلقائه لكلمته تم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. فليسكن ولتحكي الأيام زيارة الحكام وتآمر النقاب كأنها القرود وكتائب القسام تعب الاستسلام تسير للأمام كأنها الوعود أعدادها كثيرة أفكارها منيرة في قلبها. أطلق ناشطون وجنود أمريكيون واسم سوف أحميك لدعم فتاة مسلمة ردا على تصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب. هذا الوسم بدأ تداوله بعدما قامت ميليسا ياسيني والدة الطفلة المسلمة صوفيا وتبلغ من العمر 8 أعوام بنشر تعليق على حسابها على فيسبوك وصفت خلاله ردود الفعل السلبية التي خلقتها تعليقات ترامب لدى ابنتها. تعليق والدة صوفيا حظي بتفاعل كبير وحاز على آلاف المشاركات من متابعي الشبكات الاجتماعية ومن بينهم جنود أمريكيون. وقال أحد الجنود في تغريدة على تويتر: الجنود الحقيقيون يحاربون من أجل جميع المواطنين الأمريكيين لأن جميع الأمريكيين هم من يجعلون أمريكا عظيمة حقا. فيما علق جندي آخر قائلا: صوفيا سندعمك. أطلق موقع فيسبوك ميزة جديدة تسمح للمستخدم معرفة عدد المشاركات الجديدة التي قام الأصدقاء بمشاركتها دون الحاجة إلى فتح صفحة آخر الأخبار أو الدخول إلى صفحة كل صديق على حدة. ويمكن رصد الميزة الجديدة بعد الدخول إلى الصفحة الشخصية وتحديدا داخل صندوق الأصدقاء، حيث ستظهر دائرة زرقاء اللون للدلالة على أن المستخدم لديه مشاركات جديدة غير مقروءة إضافة إلى عددها في الأسفل. ولا يعرف حتى الآن موعد وصول الميزة الجديدة إلى جميع المستخدمين، لكن مستخدمي فيسبوك باللغة الإنجليزية بدأت بالظهور لديهم بشكل تدريجي.
الخبر التالي خبر طريف لمحبي أخبار الفضاء الخارجي، فقد انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لما يبدو وكأنه خاتم زفاف على سطح المريخ. الصورة قام بنشرها واحد من محبي نظرية الكائنات الفضائية ونقلها عن المسبار كيوريوسيتي التابع لوكالة ناسا. ولا تزال صور نازا للتكوينات الغريبة على المريخ تجذب العديد من المهتمين بالكون والكواكب وممن يحبون قصص كائنات الفضاء الذين ما يلبثوا أن ينشروا هذه الصور لتأكيد نظريتهم التي لم يؤكدها علماء الفلك. نشرت صحيفة الجارديان مجموعة صور للاجئين حول العالم اعتبرت أنها الأقوى هذا العام، وخصصت هذه الصور لتبرز معاناة الأطفال الذين يضطرون إلى العيش في ظروف قاسية. الصور التي اختارتها الصحيفة هي للاجئين السوريين في كل من الأردن ومقدونيا، وأظهرت صور أخرى أطفالا باكستانيين. وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن عدد اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا برا وبحرا إلى 6 دول في الاتحاد الأوروبي تجاوز 1 مليون هذا العام.